نهيب بأصحاب المخازن وحفظ الأغذية وأصحاب المطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات العصائر وغيرها، مراعاة خزن المواد الأولية والغذائية بدرجات حرارة مناسبة، كما يمنع منعاً باتاً ترك عبوات الماء والعصائر والشبس وخاصة ذات العبوات البلاستيكية على الأرصفة معرضة لأشعة الشمس، حفاظاً على صحة مواطنينا الأعزاء. بمناسبة عيد الغدير الأغر، ندعو جميع أحبتنا الزائرين الذين سوف يتوجهون إلى مدينة نجف الأشرف لزيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير الأغر، ارتداء قبعات الرأس أو استخدام المظلات الوقاية من أشعة الشمس، وأن يتم المشي في مناطق الظل قدر المستطاع، وشرب الماء بصورة متكررة، وأخذ قسط من الراحة وغسل الوجه والأيادي بالماء البارد بين فترة وأخرى. نعم، الحادثة المؤسفة اللي صارت في مستشفى الشعب قيد الإنشاء، اللي هو مستشفى مهم في منطقة مهمة، واقترب موعد افتتاحه إن شاء الله، وكما أعلن بشكل رسمي من خلال وسائل الإعلام أنه هذا الحريق بسيط نسبيا، حدث في غرفتين في الطابق الأرضي، وتم السيطرة عليه وإخماده خلال دقائق بعد وقوعه، والأضرار بسيطة، مادية فقط، الحمد لله ما سجلنا إصابات بشرية وحالات وفاة أو حتى إصابات خفيفة، أضرار محدودة. ومثل ما لاحظتم كان إخواننا أبطال الدفاع المدني أول الواصلين، والسيد وزير الداخلية المحترم وصل إلى الموقع، ثم السيد وزير الصحة والسيد محافظ بغداد وعدد من المعنيين في دار صحة الرصافة، وأيضا المسؤولين الآخرين في الجهات الأخرى. وعلى الفور في نفس اليوم بدأت عمليات استيعاب هذا الضرر البسيط، واستؤنف العمل في المستشفى، وإن شاء الله هذا الحادث لن يؤثر على موعد الافتتاح القريب إن شاء الله. بالنسبة للتوصيات بشكل عام، طبعا السيد وزير الصحة بشكل يومي يتابع وبشكل شخصي موضوع الإجراءات، يعني إجراءات السلامة، الوقاية ضد الحرائق والحوادث، وكان هناك تأكيد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة الأخيرة، وكل دوائر الصحة، جميع مؤسسات وزارة الصحة، هناك توجيهات مباشرة من السيد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي إلى جميع المعنيين، سواء من مدراء عامين أو مدراء أقسام ومدراء مستشفيات ومدراء مراكز رعاية صحية وكل المؤسسات الصحية، بضرورة متابعة كافة تفاصيل إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق.